بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات جونيور 6، النهاردة هنتابع مع بعض يونت 2 ليسون 1 هيت كوندكشن. اليونت دي كلها بتتكلم عن الهيت وازاي ان الحرارة بتوصل للأجسام، وازاي ان في أجسام عندي هيت كوندكتور وفي هيت انسليتور. هنعرف الفرق ما بينهم مع بعض دلوقتي. في بداية الأمر لازم أفهم الأول يعني ايه كلمة هيت. تمام، هي الثيرمال. اوكي، كلمه هيت ايكوال ثيرمال، والاثنين بمعنى ايه؟ حراره. الاثنين بمعنى ايه يا اولاد؟ الحراره. يبقى الهيت الحراره، او الثيرمال الحراره برضو، او هيت انرجي ثيرمال انرجي، يبقى الطاقه الحراريه. اوكي، الطاقه الحراريه. يبقى انا فهمت في البدايه ان الهيت المقصود بيها الحراره، او هيت كوندكشن يعني توصيل الحراره. الديفينيشن اوف هيت يعني ايه هيت؟ هيت از ا فورم اوف انرجي، فورم اوف انرجي يعني صوره من صور الطاقه. خدناها قبل كده، قلنا ان الانرجي ability to do work، والفورمز اوف انرجي اشكال الطاقه كانت هيت انرجي، ساوند انرجي، ماجنتيك انرجي، كيميكال انرجي، انواع كتير جدا للانرجي. فاللي علينا المره دي هيت انرجي. فلما نيجي نكتب في الديفينيشن بتاعت الهيت يبقى فورم اوف انرجي، صوره من صور الطاقه. ذات كان اللي تقدر، ذات كان ترانسفير، هتبدا تتنقل فروم هوت بودي، من الجسم الايه؟ الساخن، تو كولد بودي. يبقى بتبدا الحراره تنتقل من الهوت بودي تو كولد بودي. ده ديفينيشن سهل قوي يا ميس. في برضه ديفينيشن تاني قريب منه، في كم كلمة كده هنفهم معانيهم تاني. يبقى form of energy that can transfer from hot body to cold body، زي ما يكون كده قدامي كوباية من الشاي، واضحة كده ولاد؟ اهي دي hot body، وايدي، ما هي ايدي برضو hot يا ميس، ما هي سخنة اهي، بس مين فيهم الاعلى؟ ال higher temperature، الاعلى، كوب الشاي صح كده، اللي هي cup of tea. يبقى الكب اوف تي هو الهوت، والايد بتاعتي انا هي الكولد بالنسبه لايه؟ للهوت اوف تي، للكب اوف تي. تمام، يبقى ماي هاند هتبقى الاقل والكب اوف تي هي الاعلى. فالحراره تنتقل من ايه؟ لو مسكنا الكوب اللي هي الكب اوف تي، يبقى ايه اللي هيحصل؟ ان الحراره اللي هي التمبريتشر ترانسفير، او سوري الهيت ترانسفير فروم كب اوف تي تو ايه؟ تو اور هاند. تاني، يبقى انا لو مسكت جسم ساخن اهو، مين الاعلى، مين الاسخن او الاكثر اللي هو الهاير تمبريتشر، الاعلى في درجه الحراره؟ الكب اوف تي. ومين الاقل؟ ماي هاند. يبقى الهيت ترانسفير فروم كب اوف تي تو ايه؟ ماي هاند. عشان كده بحس بايه؟ اي فيل هوت، بحس ان هي ايه؟ سخنه. تمام، على العكس بقى لو جبنا مجموعه من التلج اهي يا ولاد، بص كده، ده ايه؟ واضحه كب اوف تي، مجموعه من التلج وحطيتها في كب او في السلندر، وبدات برضو ايه؟ امسكها بايدي. مين الاعلى في درجه الحراره؟ يعني مين الهاير تمبريتشر بادي؟ مين؟ ايدي، لان ايدي تعتبر اعلى في الحراره من مين؟ من التلج، لانه اقل في الحراره. تمام، يبقى ماي هاند از هاير تمبريتشر بادي، والايس او الكب اوف ايس لور تمبريتشر بادي. سو يبقى الهيت ترانسفير فروم هوت بادي تو كولد بادي، يبقى من اور هاند تو ايه؟ ايس. وطالما الحراره اللي هي الهيت ترانسفير فروم ماي هاند سابت ايدي ومشيت، تمام كده، يبقى اي فيل كولد، بحس ان انا ايه؟ حاسس بالبروده. تمام، تمام، يبقى نقول كده، يبقى هي فورم اوف انرجي ذات ترانسفير فروم هوت بادي تو كولد بادي. يبقى انا كده بتكلم عن مين؟ الهيت. اوكي، طيب تيجي ازاي دي يا ميس الامتحان كده مع بعض واحده واحده؟ إيه عليها اكتر من ساينتفك، وبالراحه هنفهمهم مع بعض. رايت، زي ساينتفك، وهنفرق بينهم دلوقتي. تيرن، في البدايه كده هيقول لي فورم، بس دي انا عارفها، اوف انرجي، نوع من انواع الانرجي، ذات ترانسفير، تنتقل from، من hot body to cold body. برضو دي سهلة نعرفها يا ميس، يبقى دي مين؟ heat. okay، another one، number two، form of energy that transfer، هتتنقل
ها بص بقى الحته اللي جايه دي from ها higher temperature body higher temperature body او object higher يبقى الاعلى temperature في الحراره تمام يبقى من higher temperature body or object to lower ها للاقل temperature body اوكي يبقى دي برضو مين يا ميس الهيت يبقى هو هنا بيقصد بالهاير تمبريتشر بادي اللي هي مين الهوت واللور تمبريتشر بادي اللي هي مين الكولد اوكي تمام طيب يا ميس في بقى حاجه تانية ممكن نقولها على الجزء ده ديجري عشان الولاد ما يتلخبطوش انا كده جمعتهم لك مع بعض عشان ايه تشوف الديفرنس نمبر 3 ديجري اوف هوتنس اور coldness تاني يا ميس كده degree اللي هي degree دي درجة الحرارة دي مش خمسة ولا زيرو دي degree يعني درجة الحرارة اللي هي temperature لما بكتب 37 degree اهي شايفة of hotness اللي هي درجة السخونة او coldness البرودة دي بقى ما ينفعش تبقى heat يا وليد امال دي مين يا ميس temperature تاني ها يبقى انا كده عرفت definition to definition of mean heat تاني to definition of what of heat okay degree of hotness or coldness degree of hotness or coldness يبقى دي مين temperature okay تمام طيب في حاجة تانية يا ميس في complete وفي اتنين give reason على الجزء اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي complete heat is a form of energy نوع من انواع الانرجي transfer from هيبدا يتنقل من ايه dots body to dots body ايه ميس الحراره بتنتقل او الهيت from ها اكتب cold body to hot body لا بالترتيب يا بنات زي ما قلنا يبقى من الهوت body to cold body ها تمام كده تمام الجيف ريزون يلا مع بعض عشان نحفظها give reason when you touch a cup of tea you feel cold you feel hot you feel hot تاني كده يا ميس ليه لما بمسك كوبايه الشاي اهي قدامي واضحه ليه لما بمسكها بحس بسخونيه ها طب نجرب يا ميس عشان الكوبايه سخنه لا طبعا مش عشان كده ولا لما بمسك التلج الكاب اوف ايس علشان التلج ايس عشان هو ساقع لا برضه دي ليها تفسير علمي ايه هو بص كده احنا هنحط الشكلين قدامي مين الهوت بادي في الاثنين ها مين الهاير تمبريتشر بادي ماي هاند اور كاب اوف تي ها يبقى الكاب اوف تي از هاير تمبريتشر اوبجكت وايدي لور تمبريتشر اوبجكت سو هيت ترانسفير فروم هوت بادي to cold body الهيت مشيت من الكوبايه او انتقلت منها وصلت لايدي يبقى ايدي لما تجيلها هيت تحس بالايه بالهوت اوكي يبقى هقول له because heat transfer from hot body واقول له between bracket كده اقول له مين مين الهوت اوف بادي اللي هو مين cup of tea صح كده تمام to cold body mean cold body which what ها my hand so I feel hot ها يبقى الهيت ترانسفير من الهوت body للcold body تمام طب ميس ما انا ايدي برضو مش ساقعه قوي زي ما حضرتك بتقولي cold طب ما انا قصدي ايه ال higher temperature to lower temperature okay تمام another one when you touch a cup of ice أو كوباية من الأيس you feel cold أكيد مش عشان التلج ساقع مش يا ولاد مش عشان التلج هو اللي ساقع أمال إيه ميس ده cup of ice أنا إيدي أهي مين الـ higher temperature body مين الأعلى في الحرارة الأسخن أو الأعلى إيدي my hand أوكي تمام ومين الـ lower ها اللور بتكون مين الكاب اوف ايس طب سو هي ترانسفير فروم
higher temperature object اللي هو الاعلى في الحراره اللي هي my hand، يبقى الهيت هتمشي من ايدي اوكي to a two cup of ice، يبقى الحراره انتقلت heat transfer from hot body to cold body so I lose بخسر الحراره اللي في ايدي so I feel cold اوكي تمام. يبقى because heat transfer from hot body which what اللي هي مين my hand to cold body which what برضو انهي واحدة فيهم ها اللي هي a cup of ice اوكي تمام. يبقى احنا كده عرفنا transfer of heat. برضو في الليسن ده عندنا ان الماتيريال هنبدا بقى نشوف اصناف الماتيريال بتاعتنا ونشوف الايرن ونشوف حاجات كتير قوي ونعرف ايه الفرق بينهم. فين الايرن؟ اها تمام. الماتيريال بتاعتنا اللي حوالينا يعني ماتيريال divided into كل المواد اللي حواليا بقسمها لحاجتين. بص يا ميس ده كابل اوكي بلاستيك وود ايرون المنيوم برضو الاسلاك دي كبر تمام. طيب هو في فرق بين كل دول؟ قال لي طبعا there are a difference between them في اختلافات كبيره بينهم. طيب ممكن نقسمهم الاول ليه؟ دلوقتي انا لو جبت نار مثلا وحطيتها قريب من كل حاجه من دول او زي الملعقه اللي بنقلب بيها الاكل او اي حاجه بتبقى حديد برضو او معدن وبقربها من النار كده كل الحاجات الكبر بتسخن في ايدي يبقى الكبر بيسخن. طب والايرن برضو نفس الكلام مجرد ما بحطه على النار بيبدا يسخن وابدا احس بالايه بالهيت. طب والالمنيوم نفس الكلام. طب البلاستيك يا ميس؟ لا. طيب الود برضو لا. يعني احنا لو عندنا اللي هي ايه كوكينج بوت اوكي اهي هي موجوده كلها على النار صح فيها الايه الفود بتاعي. طيب لو جيت مسكتها هي نفسها ما اقدرش لانها ايه فيري هوت سخنه جدا علشان الالومنيوم جود كوندكتور اوف هيت بيوصل الحراره. طب لما باجي امسكها بمسكها منين؟ من الايه من الهاندل بتاعتها الايد بتاعتها اللي هي بتبقى بلاستيك بتبقى هي نفسها البوت على النار لكن هي الايد نفسها مش سخنه الهاندل بتاعتها مش سخنه او الكفر بتاعها الغطا بتاعها برضو بيبقى من الود او البلاستيك ما بيبقاش سخن بقدر امسكها. يبقى في كده فرق ما بين المادتين او المواد وبعض. فقال لي ان في فعلا الفرق بينهم ان انا عندي ماتيريال اسمها هيت كوندكتور اسمها ايه يا اولاد؟ هيت كوندكتور اوكي وماده ثانيه اسمها هيت انسليتور هيت ايه انسليتور. تاني يبقى انا عندي نوعين من المواد there are two types of material or material divided into heat conductor heat insulator اوكي يبقى heat conductor heat insulator. الheat conductor such as زي مين بقى اللي بتوصل heat conductor يعني توصل الحرارة توصل الايه الحرارة heat insulator عازلة للحرارة. طيب اللي بتوصل الحرارة مين؟ كابر نحاس ايه كمان يا ميس؟ ايرن ايه كمان؟ المنيوم. وفي مفاجأة بقى احنا فاكرين دول كلهم كانوا ميتال يا ميس صح؟ مش الكبر والايرن والالمنيوم كل دول كانوا ميتال كنا بناخدهم جونيور فور الميتال اللي هما جود كوندكتور اوف هيت بيوصلوا الحرارة. كان في معاهم حاجة ليكويد برضو جود كوندكتور اوف هيت حد فاكرها؟ ميركري. ميركري الزئبق اللي احنا قلنا هنستخدمه فين؟ في الثرمومتر اوكي؟ اها ده كده ايه؟ واضح يا ولاد؟ تمام ده الثرمومتر الترمومتر بيبقى جواه مين؟ الميركري اوكي؟ تمام يبقى ميركري. يبقى انا كده عرفت الهيت كوندكتور الاكزامبلز عليها كانت اير كبر المنيوم ها ميركري اوكي؟ تمام يا ميس. نكمل الجزء الثاني الهيت انسليتور بقى وود
يعني مواد عازلة. بلاستيك اير الهواء. اوكي تاني يبقى وود بلاستيك اير. ها understand. يلا نشوف مع بعض الايه الديفينيشن اوف هيت كوندكتور هيت انسليتور. هنجاوبهم مع بعض على شكل ساينتفك تيرم. هكتبهم كده رايت تيجي كده في امتحاني زي ساينتفك تيرم ماتيريال allow heat يعني مادة بتسمح للهيت flow through يعني تعدي فيها. ها ينفع اكتب ايرن؟ لا هو عارف ان انت بتفهم ايرن وكبر وكل ده. هو عايز الماتيريال نفسها اسمها ايه؟ تايتلز بتاعنا عنواننا اسمه ايه؟ يبقى دي هيت كوندكتور. هيت ايه؟ كوندكتور. نقول تاني يبقى ماتيريال allow heat flow through يبقى دي هيت كوندكتور. تاني يبقى لما يجي في الامتحان ويقول في الكزام بتاعنا كده هيت كوندكتور طالب منك ايه الديفينيشن. What is the definition of heat conductor? Material allow heat flow through. ها سهلة. طيب material نرجع تاني للساينتفك نمبر 2 material don't allow heat flow through. ايه ده هو نفس الديفينيشن يا ميس بس في كلمة don't يعني لا تسمح. يبقى الماتيريال don't allow heat flow through heat insulator. heat insulator مواد الايه العزل. اعتقد كده سهلة. اوكي يا ميس give reason على الجزء ده برضو give reason. سؤال سهل شوية عايزين نركز فيه كده. ألمنيوم used in making للألمنيوم بستخدمه in making cooking boots سهلة دي. الألمنيوم بستخدمه في الكوكينج بوت اللي هي أواني الطهي. ليه يا ميس؟ عشان هو because ها good conductor of heat صح؟ اه بس لازم اكمل بقى allow heat flow through. ليه طب ليه يا ميس؟ لان good conductor of heat كده كانك لسه في junior 4 احنا المفروض نكمل allow heat flow through. انت بتفهمه كده انت فاهم. طيب اوكي handle الهاندل اللي هي المقابض of cooking boot made above مصنوعة من البلاستيك أو وود. ليه ولاد؟ هاندل يعني ايديها الايد او المقبض بتاع الايه الكوكينج بوت معمول من البلاستيك او من الوود. ليه؟ because bad conductor of heat. هو ايه bad conductor of heat بس كده. لا اكمل don't allow heat flow through. دون تقلاو هيت فلو ثرو. اعتقد كده ايه قلنا الجزء ده. طيب ممكن برضو الاجزام يبقى بشكل تاني او another question فيكتب هنا write one use or mention one use. write one use يعني يقولي استخدام واحد للحاجات دي. aluminium عايز اعرف ايه الاستخدام بتاع الالومنيوم وممكن برضو كابر اي حاجه بس هي الاكتر مشهوره اكتر دلوقتي مين؟ الالومنيوم. طيب يا ميس الالومنيوم بنعمل منه ايه؟ بنعمل منه الكوكينج بوت صح كده؟ تمام نشوفها كده مع بعض. الومنيوم وممكن معاها نحط ايه كمان؟ اند ستانلس ستيل. ستانلس ستيل اللي هو ايه؟ الصلب اللي مش بيصدق يعني. يبقى تاني الالومنيوم بستخدمها في ايه؟ cooking boots. يبقى بعمل منها الايه number 1 cooking boots. cooking ايه boots
used to make. ممكن اكتب كده used to make. بستخدمها to make cooking boots. cooking ايه؟ boots. ايه كمان؟ الكاتل. الكاتل اللي بستخدمها في البيت. كاتل برضو معمولة منها من ايه؟ من الومنيوم بلس stainless steel. stainless steel. اوكي؟ تمام. يبقى cooking boot وكاتل. تمام كده ولاد؟ اوكي يا ميس. يبقى لما تيجي في الكويز بتاعنا الالومنيوم what is the mention او الفانكشن وظيفته ايه بنعمل بيه ايه write one use يبقى used to make cooking boots and cattle. تمام؟ تمام يا ميس. نكمل بقى الجزئية بتاعت heat insulator. طيب نشوف البلاستيك برضو ممكن تيجي هنا mention one use plastic or wood. بلاستيك والايه؟ والود. البلاستيك والود used to make handle of cooking boot. يبقى used to make handle الايد of cooking boot. يبقى الهاندل of ايه؟ cooking boot. تاني يبقى البلاستيك والود used to make handle of cooking boot. handle of cooking boot. وايه كمان؟ الايرون. الايرون المكوى. ايه كمان؟ والكاتل. تمام؟ يبقى البلاستيك والود used to make handle of cooking wood and iron and cattle. اوكي؟ تمام يا ميس. يبقى انا كده فهمتهم. في بقى جزئية برضو بتيجي جميلة جدا بتتكلم عن الول. ايه ده؟ المادة الصوف. تمام؟ الصوف. وبرضو بتيجي يقول لي mention one use. عايز اليوزز بتاعتها. الصوف؟ اه. طب يا ميس دي احنا بنعمل منها ملابس تقيلة في الشتاء. بنعمل منها البطانية والان انجلش بقى بتاعتنا. يبقى used to make بستخدمها في صناعة woolen clothes. woolen clothes خلي بالك علشان دي بتيجي كتير جدا. woolen clothes and heavy blanket. heavy blanket كمان مرة تانية. يبقى الwool used to make woolen clothes. woolen clothes. اوكي هي المفروض woolen clothes. اوكي مفيش كلوثس اصلا. تاني يبقى used to make woolen cloth and heavy blanket. تاني يبقى used to make woolen cloth and heavy blanket. البلانكت اللي هي البطانية. طب give reason يا ميس. يبقى كده دي لو جت لي كومبليت. طب لو جت give reason قال لي ليه يا ميس بعمل كده؟ ليه بعمل البطانيات والحاجات بتاعتنا اللي هي الهيفي بلانكت من الول والولن كلوث بعملها برضو من الول؟ to prevent leakage of heat. prevent يعني بتمنع leakage تسرب leakage of heat. الحاجات دي heat insulator فبتمنع تسرب الحرارة. بتمنع ايه؟ تسرب الحرارة. يبقى prevent leakage of heat to keep body warm. to keep عشان جسمي يفضل ايه؟ to keep warm. to keep body warm. تاني جزئية دي مهمة جدا. يبقى الول used to make woolen cloth. الول اللي هو الصوف used to make woolen cloth الملابس التقيلة and heavy blanket البطانيات. طب ليه يا ميس البطانية؟ يعني الحاجات دي بنستخدمها في الايه؟ في الجو لما بيكون ايه؟ very cold. to prevent leakage عشان تمنع تسرب of mean heat. prevent leakage of heat. prevent leakage of heat to keep body warm عشان يفضل جسمي ايه؟ warm. اوكي طيب برضو يا ميس في جزئيه كده بسيطه اتنين جي فريزون تانيين مهمين وبيجوا كتير في الواتس اب. طيب insulating glass window. ايه ده يا ميس؟ البلاد اللي فيها ساقعه جدا بيعملوا الويندو كده الشبابيك كده او النوافذ عبارة عن جزئين يعني two part او two glass sheet between them بيحط هنا air. يبقى دي glass air. دي النوافذ بتاعتهم. ليه ميس؟ الجو عندهم very very cold فطبعا الموضوع بيبقى بالنسبة لهم صعب جدا. يبقى isolating glass window consists of متكون من two glass sheet. اثنين ايه؟ sheet من الايه؟ من الازاز. leaving space حاطط بينهم space
filled with air. مليان هواء. ليمس by slitting the glass window اللي هي الشباك او النوافذ اللي موجوده في البلاد اللي هي بتبقى very cold consists of two glass sheet يعني اتنين شيت من الايه من الجلاس between them حاطط بينهم ايه air. ليه يا ميس حضرتك قلتي قبل كده ان الاير bad conductor of heat صح كده؟ صح. يبقى هنقول to prevent عشان يمنع تسرب الحراره اللي هو عاملها جوه بيته ما تطلعش الحراره من البيت لبره فيبقى ساقعان فبيعمل ايه؟ توبر بيقفل النوافذ دي وفيها اير فباد كوندكتور اوف هيت يعني هيعمل ايسوليتنج عزل فالحراره هتفضل جوه ايه؟ التمبريتشر بتاعتنا عاليه يبقى تو بريفنت ليكج اوف هيت تو بريفنت ليكج اوف هيت بيمنع تسرب الايه؟ الهيت علشان الاير باد ايه؟ كوندكتور اوف هيت باد كوندكتور اوف وات؟ اوف ايه؟ اوف هيت اوكي كل المثال جود كوندكتور اوف هيت ها كل الميتال جود كوندكتور اوف هيت يس يا ميس صح حضرتك كاتبه ليه ده السؤال ده سهل جدا طيب ركز معايا بقى السؤال ده كاتباه علشان الجزء اللي انا هقوله دلوقتي ميتال ار سيميلر ان كوندكتنج هيت ها ان كوندكتنج هيت هل الميتال سيميلر في توصيل الحراره كلهم زي بعض قال لي لا يا ميس طبعا الميتال بتختلف ار ديفرنت بتختلف طبعا ان كوندكتنج هيت ليه لان في منهم بيوصل الحراره اسرع من التاني صح كده يبقى دي كده اللي صح يبقى لو قال لي قول ميتال جود كوندكتور يس لكن الميتال كلها سيميلر ان كوندكتنج هيت طبعا لا طب الميتال ديفرنت ان كوندكتنج هيت يس ايه الاثبات بقى تعالي كده معايا يا ميس الكبر كوندكت هيت فاستر زان الومنيوم الكبر بيوصل اسرع من مين من الالومنيوم والالومنيوم فاستر زان اير يبقى مين الفاستست بتاعتهم الكبر تاني يبقى الكبر فاستر زان الومنيوم والالومنيوم فاستر زان اير اوكي يبقى بيوصل اسرع بيسخن مننا اسرع يبقى تيجي في الامتحان رايز ساينتفك تيرم فاستست ميتال كوندكت هيت اسرع حد بيوصل الحراره كوندكت هيت طبعا في التشوز في كل حاجه او في الكومبليت او في الساينتفك يبقى مين الكبر تمام عشان كده قلنا ايه ان الميتال ديفرنت ان كوندكتنج هيت يبقى الكبر فاستر ذان الومنيوم والالومنيوم فاستر ذان اير اهم يا ولادي يعني لو كتبت الكبر فاستر ذان الومنيوم فاستر ذان الاير طبعا يبقى مين فيهم الاقل في الحراره عشان يسخن يبقى ده اقل واحد وده اعلى منه وده الاعلى في الحراره تمام يبقى الفاستر يعني بياخد حراره قليله عشان يبدا يسخن يبقى بيسخن مني اسرع يبقى الكبر ها فاستر ميتال ان كوندكتنج هيت ذن مين الومنيوم ذن وات ذن اير يبقى لو جه في الامتحان برضو وقال مين الاعلى في توصيل الحراره اعلى درجه لما بيوصل لاعلى درجه لتوصيل الحراره طبعا مين الاير بياخد وقت طويل علشان يوصل الحراره اوكي تالي كده ان احنا قلنا الجزئيه كلها المتعلقه بالهيت كوندكتور والهيت انسليتور انتظرونا في الفيديو التاني ان شاء الله هنتكلم عن الادفايس الجهاز يوزد تو ميجر تمبريتشر which what mean الثرموميتر وهندرس الثرموميتر ده ان شاء الله بكل التركيب الاستراكشر بتاعته بكل الوظائف وكل حاجه فيه ان شاء الله.